رجعنا لكم مشاهدينا في فقرة راحت البال، والتحقت بنا في البلاطو الأستاذة الجامعية والمحاضرة والمرافقة النفسية نبيلة بن وحود. مرحبا بك. بارك الله فيك مروان. شكرا زينة. أهلا وسهلا لك. شرفتنا في البلاطو. اليوم كنظن العالم عاش واحد الجائحة ديال الكورونا اللي خلتنا أننا نجلسوا في البيوت ديالنا واحد المدة ونعيشوا واحد الحاجة سميتها الحجر الصحي لأول مرة في حياتنا. وليداتنا تأثروا بطبيعة الحال بهذه القضية هذه، كانوا كيمشيو للمدرسة واحد النهار لقاو راسهم ما بقاوش كيمشيو للمدرسة وخصهم يقراو عن بعد، بزاف ديال التغيرات في الحياة ديالهم اليومية، وكنظن هذا الشيء بطبيعة الحال غادي يأثر على النفسية ديالهم. داك الشيء علاش بان لينا ضروري أننا نتكلموا على كيفاش عاشوا وليداتنا في هذه الجائحة ديال كورونا في الحجر الصحي، وكيفاش خصنا نتعاملوا معهم إن شاء الله من بعد الجائحة ديال كورونا باش يمكن لهم يرجعوا يعيشوا الحياة ديالهم بواحد الشكل اللي هو عادي ويحققوا الأهداف ديالهم والأحلام اللي كيبغيوها في الحياة ديالهم. داكشي علاش نبيلة وجدنا لك اليوم بزاف ديال الأسئلة ديال المشاهدين ديالنا اللي نتمنى أن نكونوا مقنعين لكم ونجاوبكم عليها مشاهدينا. أول حاجة نبداو بها وهو كيفاش عاشوا وليداتنا هذه الجائحة ديال كورونا وهذه الأجواء ديال الحجر الصحي. هذا موضوع مهم جدا، موضوع عشناه كلنا وحسينا به كلنا وحسينا بتأثير الجائحة. هما الأطفال كاين بزاف الأنواع، كل واحد عاش الجائحة بطريقة ديالو. أولا إنهم كانوا أطفال متمدرسين، كانوا كيخرجوا عندهم واحد العلاقة اجتماعية، عندهم عادات يومية، لقوا راسهم بين ليلة وضحاها جالسين في الدار كيديروا التدريس عن بعد، ما كيشوفوش الأهل والأحباب ديالهم، ما كيلعبوش مع الأصدقاء ديالهم. يعني كاين بزاف ديال الأطفال اللي أولا طرحوا أسئلة، يعني كانت علامة استفهام كثيرة جدا شنو واقع. زيادة على ذلك كان بزاف ديال الحديث عن الكورونا، يعني الآباء في البيت في الأوقات ديال مثلا الغداء أو العشاء ملي كنكونوا كنتفرجوا في التلفازة، يعني كنا كلنا كنتفرجوا في الأخبار والعالم كله هو كيتحدث على الجائحة والأرقام اللي كتزهر على النار الأرقام، وكان خوف، يعني كانت واحد الحالة من الخوف اللي الأطفال كانوا كيمتصوها بصفة دائمة، ولقوا راسهم بأنهم تمنعوا عليهم جميع يعني ديك لي زاكتيفيتي. بعض المرات كيكون طفل عنده جار ديالو كيلعب معاه لقى راسو بانه ما يقدرش يهضر معاه، ما يقدرش يخرج من الباب ديال البيت. اي دونك هنايا كان واحد التاثير كبير جدا على النفسيه ديال الاطفال، يعني بطريقه متفاوته بين الشخصيات ديال الاطفال والعائله وطريقه ديال التواصل اللي كانت في العائله، ولكن كان تاثير كبير اللي غنقولوا كان سلبي، ولكن راه كاين تاثير ايجابي اللي نقدروا نطرقوا ليه من بعد. اكيد هنا غادي نبغيو نطرقوا ليه لنبيلة، نتكلموا على تأثير جائحة كورونا على النفسية ديال الأطفال ديالنا من ناحية الإيجابية، كيوخا بزاف غيقول لك اش من تاثير ايجابي، والناحيه السلبيه ايضا. الوغ الا بدينا بالناحيه الايجابيه نقدروا نقولوا بان الأول مره ومنذ زمن بعيد لقينا راسنا مع وليداتنا في الدار. يعني جلسنا واحد ثلاثه الاشهر تقريبا الاغلبيه فينا مع ولادهم، يعني كنشوفوهم كيشوفونا، تعرفنا عليهم اكثر، يعني تعرفنا عليهم اكتشفناهم كيعرفوا وليداتهم واكتشفونا. يعني كناكلوا مجموعين الوجبات بثلاثه، كنلقاو راسنا كل واحد فينا بدا كيخترع يعني طريقه في اللعب، طريقه في الكلام، طريقه في يعني باش ندوزوا الوقت معاهم، ذكرنا حاجه جديده باش ما نملوش بطبيعه الحال. وهذا الابتكار كان جيد جدا لان الاطفال حتى هما اكتشفوا راسهم لانهم عندهم واحد النوع من الملل، والملل هو شيء جميل جدا بالنسبه للاطفال لانه كيخليهم يبدعوا وكيخليهم يكتشفوا حاجات جديده باش يدوزوا الوقت. في نفس الوقت الاطفال اكتشفوا طرق جديده في التمدرس، يعني بزاف ديال الاطفال واخا عندهم يعني سي دي زونفون ايكران نوميريزي اي تو، ولكن اكتشفوا راسهم بان كانوا شحال من حاجه ما كيعرفوهاش، ولاو ديك التقنيات الجديده بالنسبه لهم ولات سهله وسلسه وكيستعملوها بواحد الطريقه جميله جدا. في نفس الوقت قربوا من الاخوه ديالهم، يعني فاش يكونوا جوج الوليدات او ثلاثه كنلقاو راسهم كيتصاحبوا اكثر. يعني في الماضي كانوا دائما ديك المشاحنات خذا لي اللعبه ديالي جميل، ولكن دابا كانت حاجه مزيانه. وزائد انهم فهموا ما معنى جائحه، فهموا بان في الحياه كاين شي حاجات اللي كيقدروا يخلعونا، ولكن راه ماشي هي حاجات مميته. يعني الا خدينا الاحتياطات ديالنا فهموا بانهم راه نقدروا نبقاو دائما في امان، وهاد الاباء ديالهم هما اللي يغوبريزونتيو ليهم ديك الامن، الامن والامان يعني في هذاك البيت. نبيله وحنا دائما كنتكلموا على ايجابيات كورونا بالنسبه للاطفال ديالنا، على النفسيه ديال الاطفال ديالنا، ربما اطفالنا اليوم ولاو تعرفوا بقيمه الاشياء
اكثر اللي عندهم والنعم اللي هما عايشين فيها. علمتنا كورونا سواء ككبار ولا صغار نعرفوا بقيمه الاشياء اللي عندنا بطبيعه الحال، لانهم داروا واحد النوع من المقارنه بين ما يقع في الخارج وما هو في البيت. نعم. وفهموا السي بان مثلا الطفل مني كيخرج المدرسه راه كانت شي حاجه جميله جدا، ما كانش شي حاجه عاديه. دابا لانه تحرم من هذيك الخرجه فهم الاهميه ديالها، لان ما قادرش يمشي مثلا لواحد البارك او لا مثلا لابيسين، فهم بان راه حيت ما عندوش راه كانت شي حاجه مهمه، حيت في الماضي ما كانوش كيعرفوا الاهميه ديال كل شيء. نعم. لان كان شيء اعتيادي بالنسبه لهم. وهنايا هذه واحد يعني طريقه ديال الوعي ديال الطفل، لان ما نساوش بان كوميم العقل الصغير ديالو ما كيخليش يستوعب بزاف الاشياء. ما خصناش نساو بان راه عنده واحد القدرات اللي في طور النمو. الان هذيك القدرات ديالو سمحات ليه يتطور بطريقه اكثر ويديفلوبي لوتونومي الاستقلاليه، يطور حتى المهارات الشخصيه ديالو. ما نساوش بان بزاف الاباء كانوا كيشتغلوا عن بعد. نعم. يعني الاطفال كانت يعني مسؤول عن الدراسه ديالو، كيدخل في علاقات مع الاستاذ مع الاصدقاء، كيكون قدام الحاسوب ديالو، يعني كيتكونيكتا. وهذا الشيء كله هو شيء جميل جدا وشيء ايجابي اللي عشناه مع الجائحه. كنظن حتى بما اننا كنتكلموا على الجانب الايجابي عفوا ديال هذا الحجر الصحي، حتى بزاف ديال الابناء ولا الوليدات كان عندهم مشكل انهم ما كيتلاقاوش مع والديهم بزاف، مثلا بحكم العمل بحكم الظروف ديال الحياه والسرعه باش غادي هذا الزمن، ما كانوش كيتلاقاو مع وليداتهم بزاف. كانوا كيجيو حتى الليل مثلا، الوليدات كيجيو من المدرسه وعاد كيتلاقاو كيتعشاو مجموعين ولا يديروا هذوك التمارين المدرسيه مجموعين، وكيمشيو الوليدات ينعسوا هكذا دواليك كل نهار. اليوم كنظن حتى الاباء بالنسبه لهم ايجابيه هذه القضيه، حيت جلسوا مع وليداتهم اكثر، عرفوا بعض المرات مجموعه من المشاكل اللي عند وليداتهم. حتى التواصل ما بين وليداتنا كنظن انه تحسن شيئا ما. اش بالك في هذه النقطه هذه؟ بطبيعه الحال لاننا تعرفنا على الشخصيات ديالهم. حنا دائما كتبان لنا الشخصيه، ولكن راه ما كنقضوش معاهم واحد 8 السوايع يوميا. كيكونوا هما في المدرسه وحنا في العمل. دونك ملي كتشوف الطفل قدام كتشوف كيفاش كيتعامل مثلا مع الدروس ديالو، كيفاش كيتعامل مع الاخ والاخت ديالو، كيفاش قدر يخرج راسه من هاد لو ستريس او هاد الضغط النفسي الكبير، لانه راه هو ضغط نفسي واخا ما كيبانليناش هو راه كيحس به. ودوك بان لنا بان الاطفال عندهم واحد القدره رائعه جدا اللي اكثر منا بزاف، القدره انهم يعيشوا في وضعيات ليست مريحه. دائما كيخلق لراسو داكشي اللي كنسميو حنايا بلا ريزيليونس، كيخلق لراسو واحد الطريق اللي كيمشي فيه موازاه مع داكشي اللي ماشي هو هذاك، داكشي السلبي، ولكن هو كيعيش دائما وكيقدر يلقى لراسو حلول وكيحس بواحد السعاده وهو كيقوم بزاف ديال الاشياء. يطور مجموعه من المهارات باش يمكن له يتعايش مع هذا الوضع، باش غدا فاش غادي يكبر ان شاء الله وغادي يخرج للحياه بواحد الشكل اللي هو عادي، وغادي يكون مسؤول على راسو، غادي يعرف ان الدنيا ما فيهاش غير الحوايج الزوينه. اكيد الحوايج الزوينه والحوايج الخايبه، وخصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الحياه الا بغينا نكونوا اسوياء ومتوازنين نفسيا. كنظن هادو نقاط جد مهمه. هذا الشق الايجابي. نبغيو نمشيو للسلبيات. كنظن بزاف ديال الاباء كيتشكاو عليها، نبغيو نهضروا على السلبيات ايضا ديال هذا الحجر الصحي. السلبيات اننا لقينا راسنا في الدار كلنا. عيينا من بعضياتنا والطفل حتى هو عيا منا، لان دائما كنكونوا مع بعضياتنا كيخصنا نحسوا بواحد النوع من خاصني نرتاح من الاخر، كيخصني نلقى واحد الحيز شخصي ليا بوحدي، يعني كيخصني ما نشوفكش بزاف. دونك هذا واحد المشكل لقيناه مع الاطفال، والدليل انه ولينا كنضحكوا بها مع بعضياتنا، كنقولوا وصافي راه تعرفنا على بعضياتنا من مختلف الجوانب. بركه دابا هذه الحال زينب، وحنا لاحظنا بان الاطفال واحد الوقيته ولا وكيتوتروا اكثر. يعني كاين بشويه ديال العصبيه لانه عيا، لان بغى يجلس في الغرفه ديالو بوحدو، كيلقى اختو ولا خوه داخلين عنده، لقى راسو بان داكشي اللي كيقدر يدير بوحدو كيلقى كل هما الناس معاه في الصالون وكلشي معاه في لاكوزين وكلشي معاه في الغرفه. ودوك هذا واحد النوع من السلبيه اللي كانت في هذه المساله ديال الحجر الصحي، اللي حتى الكبار حسوا بها ماشي غير الاطفال، باش نكونوا منصفين. كاينه واحد المساله واحده اخرى، ان كاين بعض الاطفال اللي ترعبوا، حسوا بالرعب داخليا، لان بقوه سمعنا بان هذه الجائحه مميته، تيقدروا يقول للاب ديالو ما تخرجش لانك غادي تموت، لان تيحس براسو بان بحال الجائحه فهي الموت المحتم اللي غادي نحسوا به. ولاو كيلقاو راسهم مثلا ما قادرينش يعنقوا او يبوسوا بنفس الطريقه، لان الا لاحظتوا ولا كنتوا مثلا مضطرين تخرجوا، ملي كترجع ما كتبغيش ولدك يوصلك. يعني
كاين بعض الاطفال اللي فهموها بحال نوع من الرفض يعني تترفض هذاك الطفل ديالو ما كيفهمش هو علاش. وكنعرفوا ان الطفل محتاج بزاف الحنان سورتو في المراحل الاولى. مهم جدا نعم. بالنسبه للاطفال هذيك القرب منه، دونك هذاك البعد اللي تخلق مع الجائحه كان شيء سلبي. وحاجه واحده اخرى كنتسائلوا احنا دابا ما عندناش لو ركول، لان خاصنا الدخول المدرسي القادم ونفهموا كيفاش الاطفال غادي يتعاملوا مع هذه المساله. فهمنا بالملاحظه ديالنا بان الاطفال كوميم رباوا واحد النوع من الحمايه الذاتيه ولاو هما كيرفضوا يعني هذا رد فعل. نبغي نسولك وحنا تنتكلموا على السلبيات، واش ملي كيكون الطفل بوحدو عند الابوين ديالو واش نفس السلبيات كتكون عنده بالنسبه بزاف ديال الخوت اللي كاينين في نفس المنزل؟ لان عندنا طفل واحد مثلا كاين في الدار، كاينين ناس كبار ما كاينش مع امن الاب، كاينه سلبيات اخرى كتنطبق عليه. بطبيعه الحال زينب هذه مهمه جدا، لان الطفل من يجي يكون بوحده طفل وحيد يعني هنايا ما عندوش ذاك الطفل اللي قدو ولا شويه صغر منه ولا كبر منه باش يلعب معاه، كيلقى راسو بوحده مع باه وامه يعني ثلاثه في البيت. هنايا كيخص الاباء يديروا مجهود اكبر. وهو كاين اطفال بزاف دازوا من حاله ديال لا ديبرسيون ولاو ما قادرين شي قبلوا ديك الوضعيه وتأزموا نفسيا بزاف. يعني هنايا كاين اطفال اللي يحسوا بهذا الامباكت بطريقه اكثر. وكان خصنا دائما نرجعوا التواصل كان مهم جدا في هذه المرحله. نعم دائما كنتكلموا على التواصل وكنتكلموا على الاليات ولا الادوات ديال التواصل اللي خصهم يتمكنوا ويوليو كيتمكنوا منهم الاباء. ودايوغ هذا هو الهدف ديال فقره راحه البال، هو نعطيو للمشاهدين ديالنا مجموعه من المهارات، نطوروا فينا مجموعه من المهارات اللي تخلينا نعرفوا نتعاملوا مع الحياه اليوميه ديالنا. نختموا بواحد السؤال اللي كيبان ليا مهم وخا الموضوع كبير بزاف وما كرهناش نهضروا عليه في حلقات ان شاء الله اخرى. ما بعد الحجر الصحي؟ وليداتنا غيخرجوا للحياه، غادي يرجعوا يلعبوا، غيرجعوا يمشيوا للحياه ديالو للشواطئ، يرجعوا يمشيوا لاي حاجه بغاوها. غير هو لاش حنا كاباء خصنا نوجدوا وليداتنا كيفاش خصهم يتعاملوا مع الحياه باش يرجعوا يعيشوا بواحد الشكل عادي والنفسيه ديالهم تحسن؟ هي اول حاجه التواصل، التواصل ثم التواصل. يعني الاطفال هما راه كيفهموا كل شيء. بزاف ديال الناس كيتسائلوا الطفل ما كيفهمش انا غندير نو الطفل راه ابتداء من شهر من الولاده ديالو كتقدر تتكلم معاه وكيفهمك. دونك الاطفال كنجلسوهم كنديروا جلسه عائليه كنشرحوا لهم بادوات مبسطه، كنحاولوا نفهموهم بان كاين دائما نوع من الحمايه العاطفيه اللي حنايا كنحققوها لهم. يعني هما ليسوا باطفال مرفوضين اجتماعيا، بان الحياه الاجتماعيه ديالهم غادي تستمر وغادي يقدروا يخلقوا نوع جديد من العلاقات الاجتماعيه. بان هذه الجائحه خصنا نشرح لهم بان هي واحد الفرصه ثمينه عاشوها اللي حنا ما عشناهاش. يعني حنايا تكبرنا عاد عشنا هذا الشيء ما كيظنش بان كنتمناو ترجع، ولكن كنقول لهم كمان بان تعلموا منها حاجات كثيره وهما صغار. اكزاكتومون، تعلموا حوايج كثار في السن ديالهم، الشيء اللي طورهم بطريقه جد ايجابيه. وخاصنا نفهموهم بان الحاجه الوحيده اللي نقدروا نديروها اننا نتعايشوا مع هذه الجائحه. نعم. يعني نحميو راسنا، التباعد الاجتماعي، نتعلموا باننا ابتداء من الان غيوليو عندنا عادات جديده. يعني ما نسلموش كيف كنا كنسلموا بان اولا ماشي يجيك شي واحد يقول لك لا غيبوس لا كاينه كورونا. نفهم باللي راه كاينه كورونا، راه كنحمي راسي وانا من حقي نحمي راسي كطفل. اكزاكتومون، وكنقولوا لي حتى انت كتحمي نفسك، ولكن حنايا كنخليوه مسؤول على حمايه الاخر. هذه راه مهم جدا، لان كاين بعض الاطفال اللي تيقول لك انا ما عنديش مشكل، كتقول له لا حيت نتايا انا كنعرفك بانك نتايا شخص مسؤول وانا عندي الثقه فيك، كنعرفك بانك دائما غتحافظ مثلا على الجد ديالك او الجده ديالك او الناس اللي كتلعب معاهم في الخارج. خاصنا نشرحوا لهم بان النظافه شيء مهم جدا. ونعلموهم يعني بطريقه سلسه نقدروا نلعبوا بها كيفاش هما يتعاملوا مع هذه المساله. نقدروا نقول لهم بان هما تيتصرفوا في هذه الجائحه بحال ديك الاطباء اللي كيحاولوا دائما يعقموا المكان فيش جالسين. وكنشرحوا لهم بان دابا هما غادي يكونوا اطفال متميزين جدا، لان الى السنه الجديده ان شاء الله مع الدخول المدرسي راه عندهم واحد الطاقه اكثر، لانهم عرفوا كيفاش يديروا التمدرس عن بعد، وعرفنا بانهم هما اطفال نجيبين، لان رغم هذيك الظروف كاملها قدروا انهم ينجحوا، قدروا انهم يكملوا الدراسه ديالهم بطريقه ايجابيه، وحنايا فخورين بهم. واخر حاجه باش نقدروا نختموا، دائما نفكروهم بان حنا كنبغيوهم وكنبغيوهم وهما دي ان فيت بحال مخلوقات رائعه جدا، وما يمكن ليناش نوفيهم الحق ديالهم، لان حنايا فخورين بهم بزاف.